عندي لكم واحد 7 ديال النصائح، اذا غنعطيو 6 ديال النصائح، ولكن النصيحه السابعه غادي نقترح لكم مجموعه من الاعشاب ومجموعه من الحيل اللي غادي تستعملوها خلال هذا الشهر هذا، اللي غتعاونكم باش تعطيكم واحد الطاقه ايجابيه، اللي غتعاونكم باش تخلي الجسم ديالكم يفرز ماده السيروتونين اللي هي المادة أو ما يسمى بهرمون السعادة، تفرز بواحد طريقة منتظمة. وكذلك كيفاش نخليو الجسم ديالنا يرتاح، لأن الجسم ديالنا مادام فيه مجموعة من السموم، مادام فيه مجموعة من الفضلات اللي كتبقى وما كتخرجش وما كنتخلصوش منها، كيزيدوا من الحدة وكيزيدوا من التوتر ديالنا، وكيزيدوا كيعطيونا داك القيود ديال الحالة النفسية ديالنا، وما كيخليوناش أننا تكون عندنا واحد الطاقة إيجابية. أول حاجة اللي غنبداو بها هي الإكثار من السوائل. إذن السوائل مهمة جدا في هذا الشهر هذا، باش كتخلينا أننا كنديروا واحد التنظيف عميق ديال الداس ديالنا. إذن بحال قلنا خصنا نغسلوا الداس ديالنا، وكيخصها الإكثار من السوائل. السوائل أول واحد رقم واحد اللي كياخذوه هو الماء. الناس اللي ما كتقدرش، وخاصه السوائل غنشربوها ما بين الافطار والسحور، نحاولوا ضروري يعني نواظبوا على شرب السوائل. فاول حاجه الماء، ثانيا الا ما قديناش عليه اننا ناخذه، فمثلا كيمكننا ناخذوا البابونش، كيمكننا ناخذوا الحبق، ولا كيمكننا ناخذوا الزعتره. اذا الطريقه ديال الاستعمال، فمثلا الا عندنا البابونش نديروا نص سترو ديال الماء المغلى، ونديروا فيه معلقه صغيره ديال البابونش، نخليه واحد تطلق، وهذاك المشروب كنشربوه بعد الفطور، يعني كنداوموا عليه على الاقل نشربوا واحد هذاك النص سترون، نحاولوا نشربوه طيله هذه الفتره هذه، زائد سوائل اخرى يعني زائد الماء. كاين الحبق كذلك من المواد المهمه جدا، ما نخلطوهمش يعني هذه كل حاجه بوحدها، نديروه بوحدو باش نستافدوا منه. اذا الحبق مثلا غادي ناخذوا 5 ديال الوريقات ديال الحبق طري، ولا نص معلقه صغيره ديال الحبق يابس. اذا 5 ديال الوريقات ديال الحبق طري ولا نص معلقه صغيره ديال الحبق يابس، ونفس العمليه كنزيدوا عليها نص سترو ديال الماء المغلى حتى كيطلق مزيان، وكنشربوها ما بين الفطور وما بين السحور، ولكن بهذا المشروب. اذا ما نخلطوهاش يعني ما نديروهاش مع اتاي ولا نقولوا غنشربوها بحال اتاي. دابا هذا الكمومي او البابونج اولا الحبق، لينا هادو جوج الوصفات مختلفين، ملي كنزيدوا عليهم داك نص سترو ديال الماء خصو يكون غليان. نعم. يعني هنايا غنخليوهم يرقدوا ويطلقوا. نعم. ماشي نديروهم في البراد ونخليهم يطبخوا. لا، نغليو الماء وعاد نضيفوا عليهم الماء. وكاين المكون الثالث اللي هو الزعتره. يعني ثلاثه الاختيارات الزعتره اللي فيها التيمون. وهنا راه درت لكم ثلاثه ديال النكهات، كل واحد وكيفاش كيبغي هذيك النكهه. فالزعتره غناخذوا معلقه صغيره ديال الزعتره، وكنضيفوا لها نص لتر ديال الماء المغلى بنفس الطريقة، وهذه الكمية كنشربوها ما بين الفطور وما بين السحور. يعني هنا هي مثلا الإنسان يقدر نهار يدير البابونج، نعم، لغد ليه يدير الحبق، ولغد ليه يدير الزعترة ويعاود. نعم. ويعاود. نعم. شنو الفائدة ديال هاد الأعشاب كيف كتقدمهم لينا ما بين، نعم، الفطور والسحور؟ فأول حاجة بعد هاد الأعشاب هذه هي من المواد اللي كتحيد لينا الأحماض أو فضلات الأحماض اللي كتكون عندنا في الداس، لأن أي تغذية كناكلوها أو أي تغذية كتدخل لينا الداس ديالنا 50% ديالها ولا حتى 60%، ما نقولوش 70، اللي فيها مواد حافظه. اذا هذه المواد الحافظه هي عباره على احماض او املاح ديال الاحماض. نعم. اذا لما كنعطيو البابونج ولا مثلا الحبق ولا الزعتره اللي فيهم مكونات، مثلا فكاين البازيلين، كاين الكامازولين، كاين عندنا التيمون، فهذه كلها مواد كتبطل المفعول ديال دوك الاملاح، وكتقطعهم يعني كتعطيهم واحد التقطيع دقيق جدا، وكتخلينا اننا نتخلصوا منهم بالطريقه اللي كنتخلصوا منها بالفضلات. وبما اننا كنتكلموا في شهر رمضان على الصيام، اللي من اهم منافعه هو تصفيه الجسم بالفعل من السموم ومن الفضلات. نعم. يعني هذه واحد المساله اللي غادي تزيد ترفع من هذه التصفيه ديال الجسم. بالفعل، وخاصه راه دابا الا جربوها الاخوات واحد الاسبوع غادي يبان لهم الفرق، وبغيتهم يتصلوا بنا ويقولنا كيفاش استعملوا هذا الوصف. دكتور عماد، بغيت نسولك، قلتي اول نصيحه هي الاكثار من السوائل وبالخصوص الماء. الماء شحال خاص الانسان يشرب دابا مع الصيام؟ فالصيام الا قدر يشرب حتى لتر ونص على الاقل في هذه الفتره هذه، يعني هنا كنهضروا على الماء بوحده، ماشي اتاي، ماشي قهوه. نعم. ماشي عصير. فاذا درنا مثلا هذا السائل خصنا نكملوا بتر ونص ديال الماء، فالماء ما غاديش نقدروا نحبسوه في رمضان نهائيا. علاش؟ لان في الفتره ديال الصيام
الكلاوي كيخص ضروري يكون عندهم واحد الكميه كافيه ديال الماء ديالهم، الماء بوحدو كنعاودو الماء صافي بالفعل. وخاصه دابا الوليدات اللي غادي يصوموا فهاد الشهر هذا مهم جدا ان ندخلوا لهم الماء. يعني الماء خاص على الاقل نعطيو لوليداتنا واحد لتر ونص ما بين الفطور وما بين السحور، يعني نقسموه لهم ونفكرهم فيه، لان مهم جدا باش الكلاوي ديالهم يشتغلوا بواحد الطريقه طبيعيه يعني وما يتضروش. بغيت ايضا نسولك بالنسبه لهذا الماء، كثير من الناس اللي في رمضان تينقصوا شرب الماء كيقول كينزوا. نعم، فهنا فوقاش كان كيكون شنو هي احسن طريقه لشرب الماء؟ شرب الماء اذا غادي فوقاش احنا ما غاديش نقولوا قبل الفطور لان ما غاديش يمكن، دونك غادي نفطروا نتسنى واحد ساعتين مورا الفطور، وغادي نشوفوا هنا واحد المرحله الثالثه ان شاء الله من بعد اللي واحد ساعتين مورا الفطور عادي يمكننا نشربوا السوائل ونشربوا الماء، وهكا ما غايزويناش لان الكرش كتكون عامره وماشي مشكل اننا خصنا نشربوا ديك الساعه، حيت كاين بعض الناس كيقول خصني نشربوا في دقه واحده. لا، نقسموه بحال دابا ناخذوا واحد خمسة ديال الكيسان كبار في ما بين الفطور وما بين السحور، وكل مره نشرب كاس ونداوم عليه وان شاء الله يعطيني فائده. الناس اللي كيبغيو ينكهوا الماء مثلا بالحامض، نعم، واش الحامض مزيان مع الصيام ومو في رمضان؟ فالحامض دابا حنا ما غاديش نحرموه من المذاق ديالو، غير هو ندير واحد الحيله، مثلا غناخذ واحد الطرونش ديال الحامض، يعني واحد الدويوره ديال الحامض، ولكن غديروها في لتر ونص ديال الماء. اذا هكا كنقللوا من داك الحده ومن داك الحموضه ديال داك لاسيد سيتريك اللي عندنا في الحامض. نعم، وما غاديش يعطينا اعراض جانبيه للمعده ديالنا. اذا المرحله الثانيه، فالمرحله الثانيه هو واحد المرحله اللي مهمه جدا، وكذلك من نعم، ومن النصائح ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هو السحور. اذا السحور كيخصنا نواظبوا على السحور. اذا السحور نحاولوا يعني كاين بعض الناس الله يحسن العوالي كتكون كتشتغل، فاللي يقدر انه يواظب على الوجبه ديال السحور فضروريه. علاش؟ لان السحور ملي كنتسحروا كنزودوا الجسم ديالنا بجميع المكونات ديال الطاقه اللي غادي تخدم فيها النهار كامل. اذا هنا باش حتى الجسم ديالنا كيستافد وكيخليه يشتغل بواحد الطريقه كبيره، يعني ملي كنكونوا صايمين بحال كنقولوا كيزيد واحد 10 ديال المرات الحركيه والاشتغال ديال الجسم ديالنا باش كيصفي لنا السموم. اذا وجبه السحور ضروريه، وماشي ضروري اننا نكثروا فيها، ولكن ناخذوا بعض المكونات اللي كتكون مهمه، مثلا ندخلوا فيها شويه الشعير، ندخلوا فيها شويه ديال الخرطال بالنسبه للناس اللي كيكونوا مثلا كياخذوا السفوف، فتا هي مساله مهمه، شويه ديال المواد او مشتقات الحليب حتى هي من المواد الضروريه، ونداوموا عليها ان شاء الله باش تعاوننا باش يعني نسيروا اليوم ديالنا. المرحلة الثالثة اسمح لي، نعم، في السحور واش عندنا شي حشبة غنستعملوها شي مشروب؟ لا، غادي غير التغذية، هنا غتكون عندنا التغذية ديالنا هي فقط اللي غادي نستعملوها. نعم. بالنسبة للمرحلة الثالثة هو التقسيم ديال الأكل، لأن العديد من الناس كيدير واحد الغلط أنه في الوقيتة ديال الإفطار كيكثر كل شيء، كيخلط كل شيء، وهذه هي المسألة اللي هي صعيبة بزاف على الدس ديالنا. علاش؟ لأن من إلى 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 كثرنا الأكل اشنو كيولي؟ كيولي عندنا مشكل ديال عسر الهضم، وما كتبقاش المعده ديالنا كتشتغل. السيروتونين كتفرز ب 90% في الجهاز الهضمي ديالنا. اذا هنا فين كتفرز السيروتونين؟ وهنا كما كنقولوا حنا في العاميه ديالنا وفي الامثال ديالنا الشعبيه، يعني الانسان ملي كيشبع كتقول العقل غني، فهذا دليل على ان العلماء بينات بان 90% ديال السيروتونين كتفرز في الجهاز الهضمي وعند الاكل. اذا حنا علاش خصنا نقسموا الماكله؟ خصنا ناكلوا بشويه باش نخليو الجهاز الهضمي ديالنا يفرز ديك الكميه ديال السيروتونين، كتفرز شويه بشويه خلال اليوم، وهكا كتكون عندنا كميه كافيه ديال السيروتونين. اما الا كلينا وخلطنا كل شيء شنو كيوقع؟ ملي كيوقع عسر الهضم شنو كتبقى؟ ما كتبقاش كتفرز هاد الهرمونات، وبالعكس كتولي عندنا اضطرابات في الجهاز الهضمي. يعني بحال حنا بهاد كنقسموا الاكل على مراحل، داك الهرمونه ديال السعاده اللي هي السيروتونين ما كتركزش غير على الجهاز الهضمي، المفروض انها تبقى ايضا كتفرز على مستوى الدماغ. نعم، باش كيكون التوازن، كيكون الاحساس بالسعاده. نعم بالفعل، وهنا كيخص علاش نقسموا الاكل؟ باش كتبقى مرتاحه وتا الجسم كيبقى ديالنا مرتاح. المرحلة الرابعة واللي هي العديد من الناس كيبغيوها بزاف، اللي هما الدسم والحلويات. فهنا كيخصنا نقللوا من هذه المواد. علاش؟ لأن خاصة في الصيام وخاصة في رمضان الإنسان إذا كثر من الدسم والحلويات شنو كيمكن يوقع؟ انسداد ديال الشرايين، وحتى العروقة ديالنا ما كيبقاوش كيدوزوا الدم بديك كنقولوا حنا بديك السيولة ديالو اللي كتكون سهلة، ديك لا فلويديتي ديال الدم ما كتبقاش. الإنسان ملي كيكون صايم، نعم، ذاته كتعيط على السكر وكتعيط، نعم، على كل ما هو حلو، لأنه نعم كنبغيو نزودوه بالطاقة. والسكر فعلا كيعطينا ديك الطاقة السريعة. نعم بالفعل، وهنا خاصة السكريات اللي كتكون سريعة المفعول أو سريعة الذوبان. نعم. فمثلا هنا إلا خدينا غير التمر
كما ذكرنا. فالتمر مهم من السكريات اللي كتكون سريعه كما كنقولوا حنايا كتدخل الداس ديالنا وكيتخلص منها الداس بواحد السرعه واللي ما كتاثرش. ف يعني غير ثلاثه ديال التمرات راه كافيا مع شويه ديال الماء انهم يعطيونا هذه الطاقه هذه. فهنا نقللوا من الدسم ونقللوا من الحلويات. شنو هما البدائل ديال الحلاوه دكتور عماد؟ يعني السكر مهم كنستعملوه بكثره. الناس اللي مثلا عندهم داء السكري او عندهم حميه او عندهم امراض وكيخصهم ينقصوا من الحلاوه, شنو هما البدائل اليوم في قلب الطبيعه؟ نعم, ف ذكرنا التمر ولكن كيكون يعني باستشاره حيت ديال الطبيب اللي كيكون كيعالجهم اللي كيعطيهم واحد الكميه معينه. كاين مثلا في بعض الحالات اللي كيتستعمل العسل ولكن كيتنقصوا مواد اخرى, يعني كيتنقص من الخبز وكيتنقص من مواد اخرى. الفواكه كذلك مثلا التفاح وغادي نشوفوا في الاخر واحد الوصفه هائله ديال اللي غنستخدموا فيها التفاح واللي غتصلح كذلك الجسم وغتصلح كطاقه وكتساعد التوازن ديال الجسم ديالنا. وكذلك دابا متوفره عشبه ستيفيا اللي هي متوفره وموجوده, اللي هي نبته كتعطينا واحد الحلاوه اللي كتكون خفيفه. كيفاش كنستعملوها؟ فالا كانت عندنا كنبته فكندخلوها هكاك مثلا, الا صايبنا واحد البراد ديال اتاي كندير واحد ثلاثه ديال الوريقات ديال ستيفيا فكتعطينا هكاك. كتبع وريقات ودابا راه ولات الحمد لله كاينه تعاونيه اللي كتصايبها في النواحي ديال وزان. نعم, ومن جوده عاليه هاد ستيفيا. إيه؟ ولا كمكمل غذائي اللي كيتستعمل وكيمكننا ندخلوه في المشروبات. فهذا مساله مهمه جدا. نعم, بالنسبه للمرحله الخامسه واللي هي المرحله المهمه اللي دائما كنهضروا عليها هو النوم. كيخصنا نعطيه واحد القسط كافي ديال النوم, والحمد لله دابا حتى الشعائر غادي تكون في واحد الوقت يعني اللي مناسب, يعني 9:30 ولا هذه. فنحاولوا اننا نعطيو للداس ديالنا واحد القسط كافي من النوم, لان العديد في رمضان ما كينعش, وهنا خصنا نستافدوا من رمضان بالنوم ونعطيو الساعات الكافيه. سادسا هو او المرحله الاخيره اللي مهمه جدا قبل ما نعطيو الاعشاب, اللي هي ممارسه المشي. والمشي هنا في رمضان هي ساعتين قبل رمضان, يعني قبل الافطار هي ساعتين مورا الافطار فما فوق. وهنا ما غاديش نطلبوا واحد الساعه, نطلب منكم ثلث ساعه. اذا ثلث ساعه ديال المشي مهمه جدا باش كتزيد تعاون الجسم ديالنا يتخلص من الفضلات. كيفاش؟ ان في المشي الدقات ديال القلب كيكونوا كيتنظموا. إذن إلا تنظموا الدقات ديال القلب كيولي القلب والشرايين كتشتغل بطريقة منتظمة, الدماغ ديالنا كذلك, الجهاز التنفسي. وهكا خلال هذا الشهر كنعاونوا الدس ديالنا باش كتستافد وباش كتخلص من جميع السموم وكترجع لذاك التوازن البيولوجي ديالها. شنو هي الأعشاب اللي كتنصحنا باستعمالها دكتور عماد خلال شهر رمضان لمحاربة التوتر النفسي وتحفيز إفراز هرمون السيروتونين؟ نعم, هرمونات السعادة. نعم بالفعل, أول وحدة اللي هي كتعتبر من الأعشاب الطاقة الإيجابية والأعشاب مقدسة خاصة في المناطق الآسيوية اللي كانت حضارات قديمة, فهي الباديان, نجمة ديال الباديان. فالباديان اللي فيها لانيتول من المواد المهمة جدا اللي كتوازن الاشتغال ديال الهرمونات ديال الجهاز العصبي وكتعطينا واحد كما كنقولوا حنا كتحفز لينا التفاعلات البيولوجيه اللي كتكون عندنا في الداس ديالنا. اذا نجمه واحده ديال الباديان كنديروها في كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كتطلق وكنشربوها في الليل, يعني في الوقيته اللي قبل ما ننعسوا كناخذوا هاد النبته هذه. يعني الانسان ينعسها قبل ما يشربها عفوا قبل ما يمشي ينعس. قبل ما ينعس فهي كتعطي واحد الطاقه هائله وكتعطي واحد الارتياح. الا بغينا نخلطوا معها شي حاجه اخرى فماشي مشكل, يمكننا مثلا نزيدوا معها واحد نص معلقه صغيره ديال المرد الدوش لا مارجولين. اذا لا مارجولين ولا نيتور كيتماشوا مع بعضياتهم. اذا نص معلقه صغيره ديال المرد الدوش ونجيمه ديال الباديان. بالنسبه للعشاق ديال اتاي ما نحرموهمش, اذا غادي يديروا داك البراد الصغير حتى يتشحر مزيان اتاي ويطيب, ونزيدوا ديك النجيمه ديال الباديان. يدير ما نشحروش معاه حتى يتشحر اتاي, عاد نلوحوا فيه ديك النجيمه ديال الباديان ونخليوها تنكه وتطلق لينا داك المذاق ديالها, فمنها غتعطينا نكهه ومنها غتساعد الداس ديالنا. المكون الاخر اللي مهم جدا وراه كتدخلوه دابا في بزاف في الحلويات وفي التغذيه اللي هو القشره ديال البرتقال. فغادي تحكوا القشره ديال البرتقال يا اما طريه يا اما مثلا الوليدات الصغار نعطيهم واحد معلقه صغيره ونديروها لهم مع الحليب سخون غتعطي واحد المذاق هائل. بالنسبه للكبار كذلك, اللي ما كيقدرش على الحليب يمكن له ياخذ معلقه كبيره ديال قشور البرتقال محكوكين ويزيد عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى. هنا غادي يعطينا داك الاتاغ غادي تفرز لينا في الماء. معلقه صغيره ديال القشره ديال البرتقال محكوكه هادي في كاس صغير ديال الحليب سخون. في كاس صغير. نعم. ديال الحليب سخون. نعم. أو معلقة كبيرة ديال القشور ديال البرتقال المحكوكين
معلقه كبيره. معلقه كبيره في كاس صغير ديال الماء المغلى. اذا هنا الا كان الماء كنزيد واحد شويه ديال القشره ديال البرتقال وكنخليوها تتلق وكنشربوها ما بين الفطور والسحور. شوفوا الوقيته اللي غتناسبكم اللي غادي تقدروا انكم تاخذوا هذا الوصف. شنو كدير هذه القشره ديال الليمون؟ شنو تاثيرها؟ التاثير ديالها هو كتعطينا واحد الحيويه في كترفع لنا من الافرازات ديال السيروتونين لان دوك لي سيتير مهمين جدا وكتفرز لنا كذلك الهرمون اللي كيكون مضاد للاكتئاب يعني كتخلي لنا الداس ديالنا مرتاحه كتعطينا واحد الحيويه واحد الطاقه ايجابيه. جميل. نعم نمشيو لواحد الماده اخرى مهمه جدا اللي هو الورد البلدي ديالنا. الورد البلدي اللي فيه واحد الكول سبيسيال يعني واحد الكول خاص طبيعي. هنا غناخذوا ثلاثه ديال الوريقات ثلاثه ديال الوريضات عفوا ديال الورد البلدي ليا وكنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى. اذا هنا الورد البلدي كيشتغلنا على مستوى الجهاز الهضمي وكيعاونوا باش يفرز لينا السيروتونين. اذا هنا بحال كيصفي لينا دوك الصفايات اللي كيكونوا عندنا في الجهاز الهضمي ديالنا وكيخلي السيروتونين كتفرز بواحد القيمه كبيره. والمشارقه كيدخلوها بزاف في التغذيه ديالهم. الورد راه دابا عاد دخلت عندنا حنا في الثقافه ديالنا وفي التغذيه ديالنا. كاين دابا واحد المواد اخرى اللي يمكننا نستعملوهم. مثلا كاين الخرقوم البلدي زائد الابزار البيض. اذا غناخذوا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي وكناخذوا ثلاثه ديال الحباس ديال الابزار البيض صاين وغضيفوا لهم كاس صغير ديال الماء المغلى. واللي ما كيقدرش على الماء يزيد لهم كاس صغير ديال الحليب سخون خليه يطلق. شحال قلنا ديال الماء المغلى؟ كاس صغير يعني كاس صغير ديال الماء المغلى ولا كاس صغير ديال الحليب سخون. نعم وهذه الفائده ديالها كترفع لينا عندنا لا بيبيرين عندنا في الابزار البيض كتكون مركز اكثر. زائد لا كركمين مركب هائل للتصفيه والتوازن البيولوجي يعني التوازن الطاقي. اذا كيعطينا ديك الطاقه الايجابيه وكيعاون الداس ديالنا وهذه من الوصفات الهنديه القديمه. كاين واحد الوصفه اخرى اللي جميله جدا اللي كنخلطوا فيها لاسيد دو بوم مع القرفه. فاذا هنا التفاح لا هنا غادي يعني التفاح والقرفه ولكن التفاح كنستافدوا من داك لاسيد اللي فيه. اذا ملي كنديروا القرفه داك السينامال هذه الماده اللي فيها كتخلط مع الحمض اللي عندنا في يعني في التفاح وكتعطينا واحد الفائده كبيره. شنو كتعطينا؟ الطاقه للجسم كامله. كترفع لينا المناعه وكتعاوننا الجسم ديالنا. اذا دويورات كناخذوا التفاحه مويانه بقشرتها ولكن نحيدوا لها العلف ديالها ونقطعوها دويورات شرائح هكا مدوره ونزيدوا قريصه ديال القرفه فوق منها نخليوها 5 ديال الدقائق باش نخليوها تتفاعل مزيان ونستهلكوها كديسير كأكل كنعطيوها للوليدات فهي مهمة وهائلة جدا. الوصفة الأخرى اللي هي الباربا والليمون. الوصفة ديالنا المغربية التقليدية واللي مهمة جدا. يعني عندنا البيطايين وعندنا الفيتامين سي جوج ديال المواد مهمين للداس ومهمين للتوازن النفسي ديالنا. والمكون الأخير اللي غنهضروا عليه اللي هو قعقلة لاكاردامون. جوج حباس ديال القعقلة أو حبة الهيل جوج حبات كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى وكنخليوه حتى كيطلق. ومن بعد هاد شنو قلنا جوج حبات ديال قعقلة حبه الهيل في شحال ديال الماء؟ في نص كاس صغير ديال الماء المغلى. هنا غير نص كاس وكنخليوها حتى كتطلق مزيان وتتشرب نص كاس الماء المغلى حتى كتطلق مزيان وكنشربوها. واخا نرجعوا للباربا والبرتقال دكتور. نعم. عماده كيفاش هنايا غنستعملوا داك العصير اللي كنطحنوا العصير البرتقال مع الباربا بدون سكر؟ واش الباربا مسلوقه مفوره ولا الباربا خضراء ام احسن؟ نسلقوها من الاحسن ولا نفوروها ماشي مشكل باش كتجي رطبه في الطحين. نعم. ديالها. وحتى الا كانت خضراء ماشي مشكل الا قدرنا اننا نستحملوها. الناس اللي ما كيقدروش يشربوا عصير البرتقال مع الصيام ومن بعد الفطور. نعم. لانه كيدير لهم الغازات او كيزويهم. نعم. باش يعوضوا فيديروا الماء يستعملوا الماء نديروا اذا عصير ديال الباربا غير بالماء العصير ديال الباربا بالماء ويحاول الماء يكون شويه بارد ماشي بزاف باش يمكننا ديك لابيطاين نجمدوها او اننا نفيكسيوها وان شاء الله ناخذوها فغادي يعطينا واحد الفائده هائله جدا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.